نشرة الأخبار. النشرة المسائية للأخبار من إذاعة الجمهورية التونسية، وهذه عناوينها: تسجيل انخفاضا في نسبة الأمية في تونس، وقريبا إطلاق منصة رقمية لمتابعة برامج تعليم الكبار وتطويرها. انطلاق فعاليات الدورة الأولى من الصالون المهني للصناعات التقليدية والتجديد بقصر المعارض بالكرم. ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى تحرك دولي في ظل تجاهل إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مستمعينا مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الموافق للثامن من سبتمبر من كل عام، اعتماد إجراءات جديدة هدفها الحد من نسبة الأمية في تونس التي تناهز 12.7% على غرار إعادة إطلاق المدرسة الشعبية وإطلاق منصة رقمية موجهة للمتعلمين والمدرسين. كريم المرواني والورقة التالية. لابد من العمل على مزيد تخفيض نسبة الأمية في بلادنا، هذا ما أعلنه اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في ندوة وطنية انتظمت اليوم بالعاصمة. ولأن مفهوم الأمية اليوم أصبح لا يقتصر على الأبجدية وإنما يشمل مضامين أخرى حياتية وحضارية وثقافية، يتم العمل حاليا على إعادة إطلاق مشروع مدرسة شعبية للتعليم مدى الحياة، والتأكيد للمدير العام لمركز تعليم الكبار هشام بن عبدة. هذه المدرسة دورها تكوين حسب الطلب، ويكون التعامل أو التسجيل أو الدراسة مجاناً. هذه التجربة انطلقت في 2019 لكنها تعرضت إلى عدة صعوبات وإلى عملية تقييم متواصل، ونروم هذه السنة إعادة تأسيسها وجعل إحداث 24 مركز في الجهات مع المركز الرئيسي يصبح العدد 25. نركز فيها على المهارات الحياتية إضافة إلى اللغات والثقافة الرقمية. المدير العام لمركز تعليم الكبار هشام بن عبدة أكد أيضا أن المركز أطلق منصة رقمية تقدم دروسا تفاعلية عن بعد للمدرسين والمتعلمين مع انطلاق العودة المدرسية الجديدة. هدفها تطوير الأداء سواء عند المدرسين أو المتفقدين أو الإداريين، أيضا قياس بالمؤشرات مدى توصلنا لتحقيق الأهداف الكمية والنوعية المرسومة. إجراءات جديدة تواكب تطور مفهوم الأمية عبر الزمن، ورغم أهميتها لأنها تظل غير كافية، ولا بد من تكاتف كل الجهود من أجل العمل على تحقيق جدواها. بلغت نسبة طباعة العناوين المدرسية 98% على أن تستكمل اليوم وغدا. طباعة 3 عناوين سيتم توزيعها يوم الأربعاء القادم، وفق ما أكده رئيس ومدير عام المركز الوطني البيداغوجي محمد عدالي، الذي أكد عدم تسجيل تغيرات على محتوى أو تغييرات على محتوى هذه العناوين وعلى أسعارها. المركز الوطني البيداغوجي قام ببرمجة طباعة 14 مليون نسخة من الكتب، حاجيات السوق 12.5 مليون فيما يمثل 206 عنوان. حاليا تقريبا نسبة تقدم 98-99%، إن شاء الله غدوة بعد غدوة نهايتها يكمل الطباعة كله، يكمل العناوين كل يعني أسبوع قبل العودة المدرسية يكونوا كل العناوين جاهزة. حاليا وزعنا على 23 فرع جهوي 12 مليون نسخة، مازالوا فقط 3 عناوين يجهزوا إن شاء الله من بين اليوم وغدوك. نهار الأربعاء يبدأ توزيع متاحهم في كل الجهات، يبدأ موجودين الكل. والفرق ما بين 12 مليون في الخامسة اللي هو حاجات السوق و14 مليون اللي تمت برمجة تبعاتهم هما في الحقيقة 1.5 مليون اللي هو مخزون احتياطي ندخلوا به عند الحاجة أو عندما يصير نقص في جهة من الجهات. كتاب المدرسي هو كتاب 100% تونسي، من الورق إلى الطباعة إلى مختلف المراحل الأخرى، ما فماش زيادة في الثمن هذه السنة. ومن حيث المحتوى أيضا ما تبدل حتى شيء. تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال اليومين القادمين في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للتلاميذ والطلبة من المنتمين للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلين في برنامج الأمانة الاجتماعي. ذلك ما صرح به رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس لنجاة حسن.
المساعدة المادية هذه يستفيد منها 520 ألف تلميذ من أبناء العائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل، في حدود 30 ألف تلميذ من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المرسمين بالسنة التحضيرية بالمدارس العمومية، ذوما يتمتعوا ب 100 دينار لأول مرة، كانت 50 دينار الدفعة الأولى، خلال اليومين القادمين سيقع صرف مساعدات ليهم اللي هما معناها رسموا خلال الأسبوع هذا، الدفعة الثانية بل العودة المدرسية. في بعض المناطق النائية والمناطق الريفية اللي تستقر المدارس أو المدارس بعيدة عليها، تم اعتماد سناء الأطفال التحضيري المرسمين بالكتاتيب الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الدينية، واللي باش نمتعهم بالمساعدة المدرسية في حدود 100 دينار. سيتم صرف المساعدات هذه لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة المرسمين بمراكز التربية المختصة لدى سناء أول مرة لتوجه هذا. المساعدات الأخرى هي تتمثل في 120 دينار لفائدة الطلبة من أبناء العائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل، واللي هي في حدود 25 ألف طالب سيتمتع بمساعدة قدرها 120 دينار، واللي ستصرف هذه في بداية شهر أكتوبر إن شاء الله. كما سيتم هذه السنة توزيع ما يزيد عن 8000 اشتراك نقل مدرسي للطلبة و100 ألف محفظة للتلاميذ من أبناء العائلات المعوزة. يضيف رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس: شركات النقل المدرسي المجاني لأبناء العائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل، واللي يستفيد منها سنة الفارطة في حدود 8000 تلميذ وطالب إن شاء الله. أثناء العدد يرتفع، الميزانية المحددة للشركات النقل المدرسي 3.5 مليون دينار. الجانب الآخر من التدخلات هي المساعدات العينية والمتمثلة في المحفظة المدرسية اللي تم توزيعها على أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، واللي أثناء مش تكون في حدود معنا أكثر من 100000 محفظة، تمويل من وزارة الشؤون الاجتماعية في حدود 3 مليون دينار و2.5 مليون دينار من الاتحاد التونسي للنظام الاجتماعي، يعني باعتماد جملي قدره 5.5 مليون دينار. أعلنت مؤسسة فداء أنها ستشرع في صرف المنح المدرسية والجامعية لأبناء شهداء الاعتداءات الإرهابية وأبناء شهداء الثورة وجرحاها بعنوان السنة الدراسية والتكوينية والجامعية 2024-2025. وأشار بلاغ صادر عن مؤسسة فداء إلى أن هذه المنح التي تسند بداية من السنة التحضيرية تتراوح قيمتها بين 880 دينارا و 3300 دينار سنويا حسب المستوى الدراسي للمنتفع، وتوزع شهريا لمدة 10 أشهر مع منحة شهرية إضافية في مفتتح كل سنة بعنوان العودة المدرسية والجامعية. بعد الإعلان الخميس الماضي عن تصدير أول روبوت تونسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية صنعته المؤسسة الصناعية التونسية إينوفا روبوتكس، كشف مؤسس الشركة أنيس السحباني عن تصدير 150 روبوت منذ عام 2015 إلى أوروبا. وأشار السحباني في تصريح لموجات الإذاعة الوطنية التونسية إلى أن الشركة تصنع روبوتات في مجالات التعليم العالي والصحة والحراسة. القصة ترجع لسنة 2015 وقت صدرنا أوروبا أول روبو في العالم لحراسة المنشآت الخاصة لاستعمال مدني، وقتها كان بروتوتيب، وبعد خرجنا الفيرسيون مصنعة بالكامل وفيها ذكاء اصطناعي في السنوات 2020، وتم استعماله وقتها من طرف وزارة الداخلية في الكوفيد في شوارع العاصمة. وصلنا اليوم المرحلة اللي السوق الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكا اللاتينية سادة عندها طلبات لتستحق هذا النوع من الروبوتات. تم اختيار على إينوفا روبوتيك في تونس، معناها ماهوش فخرة، ما هذيك حقيقة اللي اليوم روبوت تونسي هو أكثر روبوت متطور من ناحية التكنولوجية في وسط الذكاء الاصطناعي اللي اليوم يخول له برشا حوايج، منهم يعرف إذا واحد دخل المكان اللي ماهوش مسموح له. هو عبارة على سيارة إلكترونية فيها ذكاء محمول تعاون الإنسان على أخذ القرارات. ثمن الروبوت هو اليوم يتباع في أوروبا ب 165 ألف يورو. عندنا روبوت للتعليم الجامعات، عندنا روبوت للصحة حراسة، هذوم عنا روبوات ينظفوا اللوحات الطاقة الشمسية زادة. فتنا 150 روبو صدرناه. أكثر من 150 عارض من تونس والخارج يشاركون في فعاليات الدورة الأولى من الصالون المهني للصناعات التقليدية والتجديد الذي انطلق اليوم ويتواصل إلى غاية 15 من سبتمبر الحالي بقصر المعارض بالكرم. الصالون ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إطار مشروع تونس الإبداعية، ويهدف إلى دعم المنتوج التقليدي ومزيد التعريف به في تونس والخارج، وفق ما صرح به مدير المشروع طلال سهميم لكوثر العرقوبي. الهدف أنه ننوعه في فرص تسويق منتوجات الصناعة التقليدية، بما أنه المنتوج الصناعة التقليدية متاعنا ولا منتوج قابل للتصدير، وبما أنه ولد عنا شركات مصدرة الصناعة التقليدية، المعرض هذا نختاروا فيه
من أحسن المنتجات الصناعة التقليدية، كيف كيف وقع اختيار المؤسسات اللي قاعدة تصدر وإلا اللي عندها قابلية للتصدير، وقع استدعاء حرفاء بروفيسيونيل من برا، أكثر من 150 عارض موجودين في المعرض اليوم، فيهم عديد المنتوجات اللي تمثل قطاع الصناعة التقليدية في تونس. ثم حاجة أخرى اللي هي بي بارتيكولير في المعرض هذا، أنه مع المعرض نظمنا ديزاتولي. ويمثل الصالون فرصة للتعرف على إبداعات الحرفيين واقتناء منتوجاتهم. كل ما يتصنع بالفيبر نصنعه باش نبدلوا به مواد غير صديقة للبيئة، فنحن نخدم ضمن الاقتصاد الأخضر، نخدم برودوي كوزميتيك بالعسل، ونخدم لي كوفري كادو بور لي انتربريز. قفصة اختصاص الفخار البدائي، جينا المعرض ترم اليوم في نصف الأولى، إن شاء الله باش يكون معرض مهني وديزاجتير على مستوى دولي. الكرياسيون تاعي انسبيري شوية من المود أفريكان تاعنا، في دي زاباجور، دي فوتوي، دي كانابي، وراه المعرض أهم حاجة للقطاع الحرفي، وين تنجم تعرض المنتوج نتاعك، تكون اون كونتاكت ديريكت مع الحريف، عارفين هو يحتوي على شنية، معناها جايينك بالذمة يفركسوا على إبداعات جديدة. أول ما دخلنا الحقيقة لاتير لاتونسيون الديكور نتاع المعرض، إن شاء الله باش نكمل نعمل الدورة نتاعي ونحاول نشري حاجات اللي فيها السيراميك، ونحاول نخدم المرقوم التونسي، الحاجات اللي فيها طبع التونسي. أنا نحب المعرض هذا على خاطر ناخذ كادوات لبناتي وولدي، وكانت كيف يجاو من الخارج في الصيف خبيهم لهم. جيت باش نشوف ما يقولش حاجه باهيه ناخذوها. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان. إلى آخر تطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا منذ فجر هذا اليوم في تواصل للقصف الصهيوني على مختلف مناطق القطاع. وقالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال 24 ساعة الأخيرة مجزرتين، وصل منهما إلى المستشفيات 16 شهيدا و64 جريحا، وهو ما رفع حصيلة العدوان المستمر منذ أكتوبر الماضي إلى قرابة 41 ألف شهيد وحوالي 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء. في غضون ذلك، أكدت إدارة مستشفى الأندونيسي أو مستشفيي الأندونيسي وكمال عدوان أن المستشفيين مهددان بالتوقف عن العمل خلال الساعات 48 القادمة بسبب منع جيش الاحتلال إدخال الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة. هذا وقد أصدر جيش الاحتلال اليوم أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين بمناطق واسعة شمال غربي قطاع غزة استعدادا لمهاجمتها، معتبرا إياها مناطق قتال خطيرة. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية، دعا إلى تحرك دولي بشأن ما وصفه بتجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دعوة جاءت في وقت حذرت فيه حركة حماس من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة نقاطا للتفاوض، كما أنها تزامنت مع تحدث مصادر أخبارية عبرية عن تفاقم التوتر بين القاهرة وتل أبيب بسبب هذه الشروط. تفاصيل أوفى عن الموضوع في التقرير التالي لليلى مجهد. حذر القيادي في حركة حماس عزة الرشق اليوم من اعتبار شروط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجديدة نقطة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. تحذير جاء في وقت نقلت فيه صحيفة هيرتس العبرية عن مسؤول أمريكي كبير تأكيده أن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من تصريحات نتنياهو الأخيرة التي أصر فيها على بقاء قوات الاحتلال في ممر نتساريم الفاصل بين شمال غزة وجنوبها وفي محور فيلادلفيا المحاذي للحدود مع مصر. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إدارة بايدن تعتقد أن تصريحاته ستجعل من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق مع حماس وإلى حل وسط مع مصر بشأن محور فيلادلفيا. مواقف نتنياهو المتصلبة دفعت الأوساط السياسية وعائلات الأسرى إلى مطالبته بالاستقالة واتهامه بعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق مع حماس خشية انهيار ائتلاف
استئنافه الحاكم وفقدانه لمنصبه، كما أن مواقفه تسببت حسب موقع إخباري عبري في توتر العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تؤجل منذ أسبوعين إبلاغ تل أبيب بموافقتها على تسلم السفير الإسرائيلي الجديد مهامه. وكانت مصر رفضت الأسبوع الماضي بشدة ما زعم نتنياهو بشأن تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة عبر أرفاق أسفل محور فيلادلفيا الحدودي، مجددة رفضها القاطع بقاء قوات الاحتلال على حدودها مع غزة. دائما مع الاعتداءات الصهيونية الهمجية في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت حصيلة شهداء القصف الصهيوني على مدينة مصيف السورية التي تبعد حوالي 220 كيلومترا عن العاصمة السورية دمشق، ارتفعت إلى 18 شهيدا و37 مصابا بينهم حالات خطيرة غداة قصف إسرائيلي مباغت، وفق وزير الصحة السوري محمد الغباش الذي رشح هذه الحصيلة للارتفاع، فيما حملت وزارة الدفاع السورية إسرائيل مسؤولية هذه الغارات العدوانية، بينما لم تؤكد حكومة الاحتلال بعد تنفيذها لهذه الضربات. نهاية هذا الموعد الإخباري المسائي المفصل قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، لكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. تسجيل انخفاض في نسبة الأمية في تونس، وقريبا إطلاق منصة رقمية لمتابعة برامج تعليم الكبار وتطويرها. انطلاق فعالية الدورة الأولى من الصالون المهني للصناعات التقليدية والتجديد بقصر المعارض بالكرم. وفي العالم، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو إلى تحرك دولي في ظل تجاهل إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستمعون الآن مشاهدينا مستمعينا الكرام إلى ورقة من إعداد ماهر الفرشيشي حول استعداد تونس لخوض انتخابات رئاسية جديدة تأتي إثر محطات سياسية متعددة عاشتها البلاد. في أمان الله. أجواء انتخابات تعيش عراقها تونس، انتخابات تحفظ حق التونسي في تقرير المصير والمسار، ولكنها أيضا تضع مسؤولية جسيمة في تحديد الاختيار وفي البني لحظات من زمن ليس ببعيد حين كانت تونس تعيش في قلب العاصفة، عاصفة سياسية عاتية أودت بثقة الشعب في مؤسساته، تركت البلاد في دوامة من الفوضى والصراعات. تحت قبة البرلمان حيث كان من المفترض أن يصاغ مستقبل الوطن، تحولت الجلسات إلى مسرح للصراع، تشاذبات حادة وصراعات بلا هوادة بين الرئاسة والحكومات المتتالية والبرلمان، أبعدت السياسة عن جوهرها وأغرقت البلاد في شلل مؤسساتي تام. هنا حيث كان يفترض أن تحترم الديمقراطية سادت الفوضى، وعمت الفوضى حتى في دواليب الدولة، ووصلت إلى مراحل التحريض والتشويه والتكفير والاغتيال، اغتيالات توافق الكل على أنها سياسية زادت المشهد قتامة وروعت البلاد بأحداث غير مسبوقة، تجاذبة سياسية زادت من انقسام المجتمع وفتحت جراحا عميقة، وحيث كان يفترض أن يسود الحوار ساد الرصاص وبات اليأس رفيقا للألاف، هنا حيث كان يفترض أن تلبى مطالب الشعب ساد الفقر والبؤس والخصاصة والتهميش، واستفحل الفساد وتدهورت حالة البلاد الاقتصادية، وتراجعت تصنيفاتها الدولية إلى أدنى المراتب، وتحولت تونس إلى بلد يبحث عن بريق أمل وسط ركام من الخيبات. ومن رحم الفوضى خرج الشارع يطالب بإيقاف النزيف وطي الصفحة بالكامل بحثا عن مسار جديد.